مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جنوب قولم بالصين على ضفة نهر ليجيانغ، أحييكم وأرحب بكم. معاكم في هذه التغطية إن شاء الله أخوكم طامي العجمي، نأخذكم إن شاء الله في جولة سريعة على هذه المناظر الجميلة. قبل أن نطلع الرحلة التالية نأخذكم في جولة سريعة في الأسواق الشعبية في هذه المنطقة. أغلب الموجود في المكان هذا عبارة عن حرف يدوية وملابس وبعض الأمور الشعبية. بالنسبة لدرجات الحرارة فهي تتراوح من 18 إلى 28 تقريبا، لكن الجو رطوبة حالها حال باقي دول شرق آسيا. ومن أكثر ما تشتهر به هذه المنطقة الجميلة هي أغصان أو أشجار البامبو. توجد مجموعة فنادق على جانبي النهر من فئة الأربع نجوم فأقل، لكن أنا شخصيا أنصحكم بالسكن في قولن ومن ثم زيارة هذا النهر في رحلة اليوم الكامل. هذه قوارب البامبو، بالإمكان الحجز على هذه القوارب الصغيرة من خلال المكاتب السياحية الموجودة في قولن أو من خلال محطة الابتداء في بداية هذا النهر. أنا للتو جاي عليها، كانت مناظر جميلة جدا داخل النهر، يعني لدرجة أن حتى الكاميرا والسناب ما أقدر أوصل الصورة من خلالها. قولن بها الكثير من النشاطات، ومن ضمنها نشاط زيارة هذا النهر الجميل. وبالإمكان أيضا ممارسة رياضة الهايكينج بين هذه الجبال وفي داخل هذه القرى على ضفاف هذا النهر الجميل جداً.